منذ الأول من فبراير 2020 خرجت بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي، وبحلول الأول من يناير 2021 سوف يلزم انفصالها عن السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي. السؤال الآن، ما هو موقف صناعة السيارات في بريطانيا؟ وكمان سيارات بعينها تدخل السوق المصرية وتحتل مراكز في ترتيب المبيعات مثل بعض طرازات تويوتا أوريس وأفينسيس ونيسان قاشكاي وجوك وميني ومرسيدس وبي ام دبليو موديلات الاكس وفورد فيستا وأستون مارتن وبنتلي وجاكوار لاند روفر روز رايس بيجو ستروين وهوندا. ده اللي هنعرفه النهاردة في تقريرنا. إن صناعة السيارات البريطانية مهددة بفقدان نصف صادراتها خلال 5 أعوام نتيجة تلقها الإرادي من الاتحاد الأوروبي. تعالوا نعرف الحكاية من البداية، وهنا في مصر هيكون موقف السيارات إيه؟ وهل الطلاق الإنجليزي هيأثر على ترتيب السيارات في السوق؟ ولا مصر يكون لها وضع خاص؟ يقول المحللون الغربيون أن صناعة السيارات البريطانية تواجه أوضاعا سيئة بفعل مأزق الخروج الأوروبي الذي أعلن في فبراير 2020 ويتم التنفيذ في أول يناير 2021، وتراجع الطلب العالمي، معتبرين أن الحل الأمثل لإنقاذ الصناعة المتعثرة يكمن في مزيد من الإعفاءات الضريبية، وإلا فإن صادرات البلاد من السيارات ستنخفض بمقدار النصف أو أكثر خلال الأعوام الخمسة المقبلة. يقول جيمن إن أكثر من 30 مصنعاً يقوم بتصنيع ما يزيد على 70 طرازة من المركبات في المملكة المتحدة، يدعمها 2500 مزود بالمكونات لتعتمد عليها الصناعة. والعام الماضي تم إنتاج 1.3 مليون سيارة و 78,270 مركبة تجارية و 2.5 مليون محرك في المملكة المتحدة. استقوم بريطانيا بتصدير 8 سيارات من أصل 10 سيارات تقوم بتصنيعها إلى 160 سوقاً مختلفاً حولها. من جانبه يقول توفام جيمن الباحث في اتحاد صناعات السيارات البريطانية إن صناعة السيارات تعد جزءا حيويا من اقتصاد المملكة المتحدة، استبلغ قيمة مبيعاتها السنوية أكثر من 82 مليار جنيه استرليني وتضيف 18.6 مليار جنيه استرليني للاقتصاد البريطاني، وتقوم بتوظيف 168 ألف شخص يعملون مباشرة في تصنيع السيارات، وأكثر من 823 ألف شخص في صناعة أخرى تصب في مصلحة صناعة السيارات، وتمثل السيارات 14.4% من إجمالي صادرات السلع في المملكة المتحدة بقيمة 44 مليار جنيه استرليني. تستثمر الصناعة نحو 2.7 مليار جنيه استرليني كل عام في مجال البحث والتطوير. بطبيعة الحال فإن تضرر صناعة بهذا الحجم أو تلاشيها كما يعتقد بعضهم نتيجة الخروج من الاتحاد الأوروبي يعد بمنزلة كارثة اقتصادية قومية، وهو ما يجعل مستقبل صناعة السيارات البريطانية بعد بريكسيت مسار حديث وطني يثير كثيرا من اللغط والجدل حول المستقبل. إن صناعة السيارات في المملكة المتحدة تعتمد بشكل كبير على الأسواق الأوروبية التي تعد أكبر أسواق الصادرات البريطانية في هذا المجال. فبريطانيا تصدر بصفة عامة معظم إنتاجها من السيارات، لكنها في الوقت ذاته مستهلك رئيسي للسيارات الأجنبية، حيث أن 86% من السيارات الجديدة في بريطانيا سيارات مستوردة و69% منها من الاتحاد الأوروبي. وهذا ما دفع الباحث الاقتصادي ستيفن براين أن صناعة السيارات البريطانية ستشهد تراجعا قد يعرضها للانهيار إذا ما خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون التواصل لاتفاق واضح بينها وبين الأوروبيين حول الرسوم الجمركية. ويشير براين إلى أن تراجع صناعة السيارات البريطانية سواء تمثل في تسريح آلاف العمال أو انخفاض حاد في الصادرات أو تقلص العائدات والأرباح سيؤدي حتما إلى هجرة عديد من المصانع المنتجة من بريطانيا إلى أماكن أخرى في أوروبا أو القارة الأسيوية وبدرجة أقل أفريقيا. إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يعني اتفاقية التجارة التي كانت بينها وبين مصر باعتبارها عضوا في الاتحاد أصبحت لاغية، والتي كانت تسمح بتخفيض الضرائب الجمركية على بعض المنتجات التي تستوردها مصر عن طريق شهادة اليورو 1، وهي وثيقة اعتماد منشأ التصنيع، وتدخل تلك الشهادة ضمن الاتفاقيات المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث يتم استخراجها عن طريق الشركات المصنعة، وبالتالي تعطي الحق للمستورد في تخفيض مصاريف الجمارك، وما يستدعي ضرورة عقد اتفاق تجاري ثنائي بين مصر وبريطانيا. إن عدم عقد اتفاق ثنائي بين مصر وبريطانيا سوف يدفع بأسعار السيارات المصدرة من بريطانيا إلى مصر إلى أسعار غير مسبوقة، مما يعرض الشركات المستوردة في مصر إلى الدخول في حسابات غير مرضية لها بسبب المنافسة السعرية في السوق المصرية في 2021. لو عجبك الفيديو من فضلك
ما تنساش تفعل الجرس وتدوس على سبسكرايب ولايك عشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتنا.